لو قيل إن الجاهل مأخوذ بجهله لهلكت الأمة كلها، الأمة كلها، كلنا سنهلك، لأن في مسائل كثيرة تخفى علينا، ولو أننا أردنا الحكم المطلق فيها لقلنا هذه المسألة من لم يعتقدها فإنه كافر. وأنا ذكرت قصة ودائما أذكرها لشاب جاءني في المواقف بعد الصلاة من المسجد النبوي، فقال لي: يا شيخ، أنت يقولون أنك لا تكفر الكفار أو المشركين. قلت: لا يا ابني، اشهد أني أكفر الكفار والمشركين، لكن ما الذي عندك؟ يقولون أنك لا تكفر وترى العذر بالجهل. قلت: نعم. قال: يا شيخ كيف وهؤلاء يقرؤون القرآن؟ وبدأ يتكلم، لا تذكر تفاصيل الكلام، لكن سبحان الله كأن الله هداني لكلمة. قلت له: أنت أين؟ قال: أنا في الجامعة طالب. قلت: هل تثبت صفة الضحك لله؟ قال: ها، ورفع بصره. قلت: تثبت؟ قال: لا أدري. قلت: العلماء مجمعون على من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، وأنا الآن لو أخذت بعقيدتك لكفرتك الآن، فتذهب وتغتسل وتجدد إسلامك وتعلم الأدلة على صفة الضحك في البخاري: يضحك الله من رجلين، وبعد ذلك ينظر في أشياء أخرى في أحكامك. وإذا كنت على عقيدتي وما أدين الله بي، ترك جاهل، روح تعلم، لكن لا تجادل عن هذه المسألة.